المصريين النهارده انا مستخدماها علشان عايزه ارجع باكلتنا كده لورا شويه. يعني ايه ارجع بيها لورا شويه؟ لاكلات امهاتنا اللي هي الريحه، ريحه الطشه وريحه التشويحه بتاعت الرز كده، تجيب الريحه اللي يعني انت لو في السابع فوق تبقى الريحه جايه من الارض من تحت. هنعملها النهارده بزبده المصريين عشان نشوف الروايح المفحفحه هتبقى عامله ازاي. طيب هنبدا باول حاجه وهي سلق الكوارع، او قبل سلق الكوارع كمان شراء الكوارع. اتكلمنا عنه قبل كده، اهم حاجه يكون الجزار مضمون، اهم حاجه يكون نضيف، مش نضيف عشان هو يغسل لك الكوارع، لا كده كده احنا بنغسلها في البيت، يكون نضيف في التنظيف نفسه. لما تروحي للجزار قولي له انا عايزه كارع امامي، ما تجيبيش اللي ورا، اللي ورا كبير على الفاضي. الكارع الوراني كبير على الفاضي، هتلاقيه ان هو طويل بس كله عظم، ما فيهوش لحم، مش هيرمي معاكي لحم، هتلاقي ان انت واخده عظم تسلقيه وهتدفعي فلوس على الارض. لكن الكارع الامامي اولا بيبقى نضيف جدا، بيبقى انضف من الكارع اللي ورا، ثانيا بيبقى مليان لحم، يعني تمسكيه تقطعيه وتحطيه يطلع عليك شوربه دسمه وتلاقي لحم يتاكل غير العظم اللي في الكارع اللي ورا. طيب جبنا الكارع من عند الجزار، هو طبعا منضفه وشايل الشعر اللي فيه كله، بس بنيجي اوقات بنلاقي عند الضافر كده او عند الكارع نفسه شعر صغنن كده ما بيبقاش باين بس بيضايقنا، ولما بيستوي بيبان اكتر. طيب اعمل ايه في الشعر اللي هو الصغير ده؟ بص كده، مفيش حاجه اسمها ان انت تمسكي الكارع تشعوطيه على النار، شعوطيه على النار يبقى غمقتيه، لما تيجي تعملي شوربه هتغمق معاكي زياده، لكن احنا عايزين الشوربه بتاعتنا تبقى فاتحه كده وتفتح النفس. طيب بعمل ايه؟ كل اللي بجيبه مكنه حلاقه من عند الصيدليه او من عند السوبر ماركت. تبداي ان انت تمسكي الكارع بس بعد ما تغسليه على الناشف. يعني ايه اغسله على الناشف؟ بتاخديه من عند الجزار هو متكسر وتمام وزي الفل، تنقعيه في طبق غويط وعليه كوبايتين دقيق مع عصره ليمون، وتدعكيهم مع بعض وتسيبيه حوالي نص ساعه او ساعه. نزلت الزفاره كلها، المقادير بتاعت الكارع قدامنا اهي، نزلت الزفاره كلها منه. ارجع بعد كده تحت الحنفيه، اسيب الحنفيه شغاله وابدا ان انا امسك حته حته واروح ماسكه مكنه الحلاقه وابدا ان انا اشيل الشعر الصغير اللي موجود اللي هيضايقني. بيبقى صغنن خالص، بيبقى فاتح خالص كده ما بيبقاش باين، بس لما بتلاقي الكوارع بتستوي وهي بتتسلق بتلاقيه ظهر اكتر. فتمسكي كل حته كده ومعاكي المكنه وتروحي عامله بيها الشعر ده كله، ما تعملهاش على النار علشان ما ينقرش مكانه ويدي اسود ويغمق لك الشوربه. كده غسلنا الكوارع زي الفل وحطينا عليها عصره ليمون، وبعديها بروح ماسكاها حطاها في ميه وملح وعصره ليمون كمان علشان يبقى لونها بمبه فاتح بالشكل ده. بصوا المنظر عامل ازاي، ولا تلاقيها بقى غامقه، ولا تلاقي الدم العظم بتاعها فيه دم ولا اي حاجه خالص. بصوا لونها بامبه، ده اللي انا عايزاه يبقى شكل الكوارع فيه. طيب بعد ما انا غسلتها كويس جدا وشلت الشعر الزياده اللي فيها ورحت حطاها في ميه وملح بعصره ليمون بالشكل ده، اجي بقى دلوقتي للسلق. عندي حلتين او عندي مرحلتين للسلق علشان ابقى واخده زيرو زفاره، انا مش عايزه اي زفاره خالص في الميه بتاعتي. بصوا كده، المرحله الاولى وهي حلة فيها مية من الحنفية، طبعا عشان كنت حاطه الحلة على النار فما فيش اي مشكلة، حلة وفيها مية من الحنفية ولا سخنة ولا حطلها توابل ولا ورق لورا ولا حبهان ولا الكلام ده كله خالص، مش حطلها اي حاجة، كل اللي انا حطاه مية وبس. واروح منزلة فيها الكوارع، تبدا ان هي تغلي وتطلع لي بقى لو هي لسه فيها زفاره هتطلع لي ريم على الوش كده هتشوفوه معايا، ده لو هي مش نضيفه. بسم الله، حله اهي فيها ميه هسقط فيها الكوارع، ودي اول مرحله بعد ما تغسلي الكوارع كويس جدا وتحطي لها الليمون مع الملح كده في ميه علشان تفضل ان هي نضيفه وزي الفل. حله على النار اسقط فيها الكوارع بالشكل ده، ميه من الحنفيه ولا تكون مغليه ولا حاجه، ومش هنحط اي حاجه في الميه بالمنظر ده كده. وعايزاها تبدا ان هي تتحط على النار كده هتبدا تغلي معانا، لما تبدا تغلي معانا هتبدا ان هي تطلع الزفاره بتاعتها، لو فيها زفاره هتلاقيها على الوش خدت اللون، خدت غلوتين اخد ارمي الميه ديت وخلاص على كده. يبقى اول مرحله معايا في سلق الكوارع هي ان انا احط الكوارع في ميه عاديه من الحنفيه واسيبها تغلي غلوه او غلوتين، يا دوب بس ان هي ايه تقلب معايا مرتين كده اهي، اغطيها وخلاص على كده. بصوا انا مواربه الغطا علشان ما تفرش معايا، الغلوتين دول طلعوا كل الزفاره اللي معايا. ارجع وفي نفس الوقت اكون محضره ايه؟ محضره حله ميه على النار
دي بقى عايزاها بتغلي، دي اللي هناخد منها الشوربه بتاعه الكوارع. تكون بتغلي هننزل فيها بايه؟ بادي جزر، حلقات طماطم، مكعبات لورا بودر، وحبهان بودر. هنحط حاجه تاني؟ لا. ايه ده مش هنحط فلفل اسود يا نونا؟ لا. امال ازاي شوربه الكوارع من غير فلفل اسود؟ هنحط فلفل اسود بس مش دلوقتي، هحط فلفل اسود في الاخر خالص. ليه؟ كتر الفلفل الاسود وهو بيغلي مع الميه الغليان بتاعه ده بيغمق الشوربه. يعني سواء بتعملي لحمه، سواء بتسلقي فراخ، سواء بتسلقي كوارع، ما تحطيش الفلفل الاسود في الاول. الغليان بتاعه على النار هيغمق لك الشوربه، مش هيخليها فاتحه ومزهزهه وجميله زي ما احنا ما بنحبها. طيب هنسيب دي تغلي، وادي الكوارع الناحيه الثانيه. بص كده يا جمل، شايفين منظر الدم اللي بيطلع من الكارع ده؟ بقى يعني ينفع بقى ان انتوا تروحوا ماسكين الكوارع بالشكل ده كده، ساقطينها في الشور في الميه ومعاها لورا وحبهان وجزر وطماطم، وتشربوها بدمها ده كده؟ لا انا ما ينفعش بقى، انا عايزه اشرب شوربه ترم العظم وفي نفس الوقت تبقى ممتازه في طعمها. هسيبها تغلي غلوتين واروح راميه الميه دي كلها، وبعد كده اروح واخده الكوارع حطها في الشوربه اللي هتطلع لي عشان اشرب منها احلى شوربه. طيب عندي ايه كمان؟ عندي النهارده الرز زي ما حضراتكم شايفين كده. انا كده عايزه احلل الرز زي ما انتم شايفين كده. الرز لو انا جايباه اكياس مقفوله ما بغسلوش، لو انا جايبه الرز اكياس مقفوله ما بغسلوش بالشكل ده كده. بص هو تحس ان هو حبات لولي، بص المنظر ما شاء الله عليه. طيب محتاجه معاه ايه؟ محتاجه معاه توم وخل. توم وخل مع الرز الابيض؟ اه. طب ازاي؟ مع ده اللي هيفرق ان الرز يكون بتاع الفته عن اي رز تاني. ده اللي يفرق رز الفته عن اي رز تاني، ان حضرتك بتديله طشه الخل دي عشان تديله تطعيمه. طب التوم دوت بيتحمر؟ لا. هنجيب الحله دلوقتي نسخنها قوي ونستخدم معاها زبده المصريين علشان نعمل بيها الرز، علشان بقى ايه روايح زمان كده ايه تفحفح وتملا البيت كله. زبده المصريين في منها البقري وفي منها الجاموسي، في البقري وفي الجاموسي، في اللي هي البقري اللي هي الصفراء والجاموسي اللي هي البقري اللي هي الصفراء والجاموسي اللي هي البيض. انا هستخدم الجاموسي. هفتح كده الكيس زي ما انتم شايفين، طبعا الكيس بقى مختلف تماما عن الاول، رجعت بشكل جديد زي ما حضراتكم شايفين كده متغلفه. عاملين اوبشن فظيع اللي هو ايه؟ اول زبده في جمهوريه مصر العربيه يكون معاها ضمان. اه شفت بقى يعني ايه يكون معاها ضمان؟ يعني هتطلب الاوردر والزبده هتجيلك لحد باب البيت وتروح لك لحد باب البيت، هتفتحي الزبده بتاعتك وتشوفيها، شمتيها ريحتها ودقتيها في بقك كده، ما عجبتكيش الزبده ليكي حريه الاختيار ان انت ترجعيها تاني مع المندوب. ودي حاجه ما حصلتش ليه؟ عشان هم ضامنين الزبده بتاعتهم عامله ازاي، ضامنين ان هي لما تجيلك استحاله هترجعيها عشان هم عارفين الجوده بتاعتهم عامله ازاي. فارجع واقول ان دي زبده المصريين اول زبده معاها اوبشن الضمان. عمري ما شفت زبده بتعمل كده. فتخيلوا بقى ان تجيلك الزبده ما عجبتكيش، ما خسرتيش فلوسك ولا اي حاجه خالص، رجعتيها زي ما كانت. بسم الله. الحله يا شباب، بسم الله. بصوا المنظر، شايفين ريحتها هايله، والله العظيم ريحتها هايله. شايفين المنظر ما شاء الله عليها، ريحتها فعلا تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب على ما نجيب الحله بتاعه الرز تعالوا نعمل الصلصه. حله على النار وتسخن، صلصه متسبكه معايا توم وخل. بصوا بقى كده اروح واخده حته من زبده المصريين اللي هنشتغل بيها. طب تعالى نطلع فاصل يلا نطلع فاصل بالظبط. تعالوا دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد حته من الزبده كده نحطها في الحله بتاعتنا على ما تسيح علشان نعمل الصلصه، ونرجع نجيب حله الرز علشان نعمل فيها الرز بتاعنا اللي بتطش عشان يختلف عن اي رز تاني بالشكل ده. بصوا ما شاء الله الروايح هايله هايله هايله. طب هتعملي ايه في الفاصل يا نونا؟ الزبده بتاعت المصريين هتسيح، هنزل عليها بالثوم،
يبدا ان هو يصفر شويه، اروح نازله بالخل وطشه بصلصه الطماطم علشان تتسبك معانا وتطلع لنا الروائح الحلوه، وكل اللي بنحط لها ملح وفلفل اسود وبس، ما بحطش ازيد من كده. حطيت حته من زبده المصريين والريحه فحفحت مش قادره اقول لكم، حطيت عليها التومه يا دوب بدات تتحمر معانا لون ذهبي كده، نزلت عليها طشه الخل وصلصه الطماطم. طيب كده ناقصها ايه؟ ناقصها الحياء بتاعها او الحدق بتاعها اللي هو ملح وفلفل اسود، هنحطه من دلوقتي؟ لا، لما تتسبك خالص. ليه؟ قلنا الفلفل الاسود لما بيقعد يغلي على النار بيغمق الحاجه، وانا عايزه الصلصه بتاعت الفته تبقى محمره ومزهزهه كده، ما تبقاش غامقه ومسوده، علشان كده مش هحط لها الفلفل الاسود من دلوقتي. تعالوا بقى دلوقتي اوريكم حاجه قبل ما ابدا في الرز. ادي الكوارع اللي احنا حاطينها، بصوا شكل الشوربه عامل ازاي؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا المنظر، بصوا اللون ده كله، ده هيترمي، انا مش عايزاه كل ده كده هيترمي، تاخد بس غلوه وهرميها. والناحيه الثانيه الشوربه اللي احنا محضرينها بتغلي، اللي حطينا بقى فيها طماطم وحطينا فيها جزر ولورا بودر وحبهان بودر، سايباها بتغلي كده عشان اسقط فيها الكوارع على طول. وهستاذنك يا فاتن تجيبي لي نوايتين بلح، عايزه الكوارع ما عندكيش وقت ومش هتعمليها قبلها بيوم وعايزاها تستوي معاكي على طول، سواء كوارع سواء لحمه، حطي نوايتين بلح. نويتين بلح هتسرع لك التسويه على طول وتطلع لك كهرمان، حته زبده كده دايبه دوب. يلا بينا نعمل الرز. عندنا حل على النار، ناخد من زبده المصريين، ناخدها على ابوها كده من غير تسيح ومن غير حاجه، الريحه مش قادره اقول لكم. هاخدها بقى ايه، حد هيقول لي كل دي زبده حطاها؟ اه ليه؟ علشان انا النهارده عامله اكله اصلا دسمه، وهي الاكلات بتاعت امهاتنا ما كانوا يعني كانوا بيغرفوا السمنه. بصوا بقى بالشكل ده كده، اروح جايبه دلوقتي ايه؟ جايبه الثوم. ثوم للرز؟ اه جربوه بس كده والله، وهتقولوا ان طعمه حكايه، مش عايزاه يتحمر ولا ياخد لون خالص، لا يا دوب ان هو كده يتشكشك معانا. اكون محضره معلقه واحده من الخل، الثوم ما يتحمرش، يا دوب ان هو يتشكشك كده يدبل كده ويطلع الروائح الحلوه بتاعته، واروح طشاه بالخل علشان لو اتحمر هيبقى باين في الرز ان هو متحمر ويبقى عامل زي نقط كده غامقه، وانا مش عايزه الكلام ده. كده ده بقى اللي بيميز الرز بتاع الفته عن اي رز تاني، يعني الرز الابيض اللي بتعمليه للطبيخ رز ابيض عادي، لكن رز الفته لازم الحته بتاعت الخل والتوم دي عشان تديكي تطعيمه حلوه ومميزه. نحط الملح بقى كده، انا حاطه دول 12 كوبايه رز، هحط عليهم 13 ونص ميه مغليه، ولازم تكون مغليه علشان ما يعجنش معايا ويحصول ويكسر. عملنا الرز تمام وزي الفل، والميه تكون مغليه، اغطي 10 دقايق كده ولا ربع ساعة هرفع عليه ونشوف بدأ ان هو المية بتاعته تتشرب ولا لأ، ولو اتشربت هنبدأ ان احنا ننقله على نار اهدى. طيب الناحية التانية، بص كده يا جمل، شايف الريم اللي على الوش ده اللي انا بتكلم عليه ده كده؟ ناس تقولك ايه؟ لا هسيبها تغلي غلوتين واروح شايله الريم دوت رمياه، ومجرد ما تغلي احط لها بعد كده اللورا والحبهان والكلام ده كله. لا والله والنبي لو هيدولي عليها فلوس مشربها بالمنظر ده. شايفين لون الشوربه عامل ازاي؟ غلوه كمان وهصفيها عشان اشرب بقى حبه شوربه في منتهى الجمال. الناحيه الثانيه الصلصه بتاعتنا ماشيه تمام وزي الفل، مش عايزاها تتسبك اكتر من كده، مش عايزاها تتقل يعني اكتر من كده وتبقى تقيله قوي. احط الملح والفلفل الاسود واقفل عليها علشان الغليان بتاع الفلفل الاسود هيخليها ان هي تغمق زياده، وانا مش عايزه حاجه زي كده، عايزه الصلصه يبقى لونها محمر وفي منتهى الجمال. كده يبقى الصلصه بتاعتنا تمام وزي الفل. دي الشوربه اللي احنا عاملينها عشان دي اللي هتتشرب. نويتين من البلح، البلح اللي هو التمر بتاعنا العادي اهو، كل اللي انا محتاجاه نويتين منه بالشكل ده كده. هروح حطاهم في الشوربه اللي انا هعمل فيها الكوارع، سقطتهم بالمنظر ده، واجي بعد كده اروح واخده بقى الكوارع بعد ما خلاص خدت الغلوه بتاعتها وطلعت الريم بتاعها وكل حاجه، اروح عامله كده بالمنظر ده، واروح واخده بقى في الايه؟ في الشوربه النظيفه
لكن ده كده هيترمي، ده انا مش عايزاه. ده فيه بقى الدم بتاع الكوارع، وفي لو فيها سنه زفاره او سنه عدم نظافه، كل ده انا مش عايزاه. اخد كده واروح حاطه بقى ايه، اخد بقى حبه شوربه لوز، يبقى لونهم زي ما انتم شايفين كده، تطعيمتهم تبقى في منتهى الجمال. حطينا لها النوى بتاع البلح فهتستوي معانا بسرعه وتبقى معانا كهرمان. بس كده، مش عايزه اكتر من كده. نغطي دي ونشيلها. الحته بتاعتنا فين؟ نشيل بقى ديت اللي هي حله الكوارع التانيه دي، انا مش عايزاها. دي كده ميه تترمي وما نجيش جنبها ولا نعمل بيها اي حاجه. دي خلاص كده خدنا الخلاصه بتاعتها ونرميها. بتاعت الكوارع، بصوا الكهرمان دايب ازاي، بصوا ده اللي انا بتكلم عنه. بصوا ال 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 العظم سايب اللحم خالص. راحت فين؟ راحت فين؟ بصوا شايفين اللحم سايب العظم خالص ازاي؟ ده اللي انا بقى بتكلم فيه. حبه شوربه بصوا تتفتح نفسكوا على الاكلها، مش ان هي تبقى غامقه بقى وتبقى سودا والمنظر دوت، لا كل ده انا ما بحبوش. طيب لو الشوربه بتاعت الكوارع رحتي اي مكان بره وما لقيتيهاش بالمنظر ده ولقيتيها سودا ما تشربيهاش. ليه ما تشربيهاش؟ علشان معنى ان هي سودا يبقى كان فيها فلفل اسود من الاول وبتغلي كتير، معنى ان هي سودا يبقى ان هي اتاخدت زي ما هي بعبالها بدمها بحالها وكده، وراحت محطوطه في الميه وغليت وخلاص الموضوع انتهى. لكن لما تلاقيها بالشكل ده تشربي كده وتاكلي وتتمزجي وانت مطمنه وحاطه في بطنك بطيخه صيفي. طيب نيجي دلوقتي لو انت عندك عزومه وهتعملي فيها اكله مذبحيه وهتعملي فيها كوارع وممبار مثلا وفشه وكرشه والاكلات المذبح كلها، بتعملي ايه؟ بتيجي قبلها بيوم يا ست الكل وتروحي مديه الكوارع بعد ما اديتيها المرحله الاولانيه دي وحطيها في الشوربه النظيفه، اديها غلوتين، مش عايزه اكتر من كده، تغلي معاكي غلوتين وبس، وترجعي تقفلي عليها وتسيبي الغطا بتاعها مقفول للصبح. هتقومي الصبح انت مش هتحتاجي غير الغلوه بتاعت التسخين، هتلاقيها مستويه، والقمره اللي هي اتكمرتها من بالليل دي هي اللي هتسوي لك العكاوي من غير اي وقت خالص. ننقل كده الرز هنا، يلا بينا. فلما يكون عندك عزومه اعملي العكاوي الكوارع قبلها بيوم، مش هتاخد منك وقت في التسويه، تقومي الصبح تلاقيها زي الزبده. طيب ما عندي عزومه بس انا من بالليل هكون مشغوله او بعمل حاجات تانية وعايزه اسلق الكوارع وما تاخدش معايا وقت، عندك حاجه من الاثنين، يا اما تحطيها في حله بريستو ودي مش موجوده في كل البيوت ويا رب يكرمكم بالخير كله يا رب وتجيبوها، ويا اما تحطيها في الحله زي ما عملت كده وتحطي لها نويتين البلح. ساعه ساعه وربع بالكثير هتلاقيها بقت زبده وكهرمان. ان شاء الله باذن الله انا هفضل كمراها كده وقفلاها مع نويتين البلح، وباذن الله وقت حلقتنا على اخر الحلقه كده تكون استويت الخل اللي احنا حطيناه علشان ان هو يدينا تطعيمه مختلفه عن الرز الابيض، وكمان يخلي لنا الرز ابيض شاهق بالشكل ده. بصوا لون الرز ده بسبب معلقه الخل اللي احنا حطيناه بالمنظر ده كده. اتشرب ميته ونقلته على عين اصغر وهديت النار واسيبه بقى ايه يكمل التسويه بتاعته. تعالوا اديكوا تكايه كده للكوارع لو انتوا مش عايزينها مسلوقه. بصوا هعمل ايه، عندي وقع على النار واروح واخداله حته من زبده المصريين. تبدا ان هي تسيح معايا وانزل عليها الثوم. ده لو انت مش هتقدمي الكوارع بالشوربه بتاعتها. بصوا بقى عايزاه يتحمر بالشكل ده كده، واروح نازله بطشه خل. وهي بتتعمل كده بصوا هعمل ايه، هروح جايبه الكوارع اللي احنا سلقناها وابدا ان انا اروح واخداها كده بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. لو انت مش هتقدميها في الشوربه وتقدمي الشوربه بتاعتها في بولات لوحدها كده او في كوبايات،
يعني انا لما بعمل فتة الكوارع عندنا في البيت واكون عامله اكله مذبحيه، شوربه الكوارع بقدمها في كوبايات زي مج الشاي كده بالشكل ده كده. الشوربه دي هناخدها علشان نحطها في كوبايات عند التقديم. طيب نيجي بقى دلوقتي وهي الكوارع عندي كده، اروح جايبه الصلصه المتسبكه الجميله اللي انا عملتها. بصوا بقى الروايح اللي هتطلع معانا دلوقتي هتبقى عامله ازاي. واروح واخده كده شايفين المنظر بالشكل ده، مش عايزه اكتر من كده، واسيبها تغلي غلوتين وتتشوح وتاخد تطعيمه الثوم وتاخد تطعيمه الصلصه اللي احنا حطيناها وخلاص على كده بالشكل ده كده. ياه الجمال كله والريحه الحلوه كلها في الطبق ده. الكوارع بشكلها الحلو الجميل دوت مش عايزاها تقعد على النار اكتر من كده. ادي الصينيه الحلوه اهي، اروح جايبه كده الطاجن واحطه في النص، ده اللي هسقط فيه الكوارع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه والله العظيم النهارده في عظمه بتحصل بالشكل ده كده. واروح جايبه بعد كده ايه، كده واروح جايبه الرز وابدا ان انا اروح حطاه حوالين الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. احط الرز واروح حاطه العيش واروح حاطه عليهم الكوارع. انا ما بحبش بقى الموضوع دوت، فرضا انا عايزه اكل حبه رز ابيض بصلصه لوحدهم كده، مش عايزه ان هو يكون عليها كوارع، مش عايزه مثلا ان هم يكون عليهم عيش، فعشان كده رحت حاطه الكوارع لوحدها في طبق. وادي الرز اهو، وهحط العيش في الحرف علشان يفصل اللون شويه. وفي الاخر خالص نروح عاملين الطشه الحلوه ساعه التقديم، وهنحط الصلصه بتاعتنا على الرز من الحرف كده بس. وطبعا حته التقديم دي او التزيين ديت بترجع لحضرتك بالشكل ده كده. خليش طبق الكوارع ينسينا البوتاجاز اللي اتطفى على الكبده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ بسم الله. تمام. اديها تقليبه حلوه كده علشان تستوي معانا تطلع معانا تمام وزي الفل. نيجي بقى الناحيه دي نمسك العيش. انا عايزه احرك الصينيه خلاص. عندك بقى حاجه من الاثنين، لو انت عايزه ان تحطي العيش تحت الرز هتعملي ايه؟ هتمسكي العيش وتديله حبه من الرز وحبه من الصلصه، تقلبيهم مع يعني معلقتين من الرز كده ومعلقتين من الصلصه، وتروحي مدياهم مع يعني كبشتين كده من الشوربه بتاعت الكوارع. تطريه على بسيط بس تخليه مقرمش برده، ما يبقاش ان هو عامل زي العجين، وتروحي حاطه عليه الرز عادي وتبداي بعد كده تكملي بقيه الرصه بتاعت الصلصه. مش عايزه تحطي عليه شوربه من الكوارع، وعايزه تخليه ان هو لوحده كده. السخونيه بتاعت الرز اللي هتتحط عليه هتخليه ان هو يطرى، هيطلع معاكي برده مقرمش وفي منتهى الجمال. بالشكل ده كده. نجيب بقى الصلصه الحلوه اللي احنا عاملينها نروح ماشيين بيها على الرز بالشكل ده كده. الشوربه بتاعت الكوارع هنحطها في كوبايات علشان نقدمها للي عايز يشرب. هنحط بقى طاسه كمان صغيره على النار علشان نعمل طشه. الطشه ديت هنعملها بايه؟ بتومه وخل، معلقه من زبده المصريين، نروح عامل لها تومه وخل كده ونطشها على الصلصه من فوق. اكتر من كده يا جماعه مش عايزين والله. بصوا بقى في تكايه بعملها كده
شايفين الرشه دي ممكن لناس كتير قوي ما تفرقش في حاجه، بس صدقوني بتفرق جامد جدا في الطعم بالشكل ده كده. تمام وزي الفل. حته صينيه فتت كوارع عظمه. تعالى بقى نطلعها قدام كده بالشكل ده، ونروح جايبين ايه، جايبين كوبايات صغيره علشان نبدا ان احنا نصب فيها شوربه الكوارع للي يحبها.